بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في دروس الوايل لوب. في هذا الدرس إن شاء الله راح نتعلم طريقة جديدة لتنفيذ الوايل لوب. في دروس سابقة شفنا الكاونتر بيست وايل لوب أو الوايل لوب معتمدة على العداد. في هذا الدرس إن شاء الله راح نشوف سنتينل بيست وايل لوب. ترجم كلمة سنتينل بمعناها حارس. طبعا حتى اشرح فكره السنتينل خليني احاول اقرب لك بالمثال التالي. تخيل انه شخص او صديق لك طلبت منه انه يوصف لك البيت اللي يسكن فيه. فاخبرك صديق قال لك انه البيت انك تمشي مع شارع احد شارع اكس مثلا من الشوارع، ثم بعد ذلك اذا مشيت مسافه 10 كيلو إذا مشيت مسافة 10 كيلو من نقطة البداية اللي أنت انطلقت منها، يجيك لف على اليمين لف وتلقى البيت في على اليسار مثلا. زين، فإذا زميلك أو صديقك وصف لك طلب منك أنك تمشي 10 كيلو تحسب كم مشيت، فقال لك امشي 10 كيلو وبعد كذا لف وتلقى البيت اللي تبغاه. مثلا زميل آخر وصف لك بيته مثلا ولكن بطريقة أخرى. زميل الآخر قال لك الكلام التالي، قال لك والله تمشي مع الشارع إكس هذا إلى أنك تجيك لوحة. زين، فإذا في لوحة هنا، إذا شفت اللوحة هذه خذ اللفة اللي عندها وبعدين تلقى البيت على اليسار. زين، الفرق بين الاثنين أنه هنا طبعا المسافة اللي أنت مشيتها هنا غير معلومة، بينما المسافة اللي هنا لا معلومة وهي 10 كيلو. هذا تقريبا أو الفرق اللي بين الكاونتر بيست والسنتينل بيست لوبس متشابه جدا. في الكاونتر بيست أو اللوب اللي تعتمد على العداد، التكرار اللي يعتمد على العداد، زي ما شفنا سابقا راح نستخدم عداد ونعد كم مرة راح نكرر الجزء من البرنامج أو الكود اللي نحتاج أننا نحتاج أننا ننفذه، ونتوقف لما نوصل يوصل العداد القيمة اللي نبغاها. بينما اللي راح نشوفه اليوم إن شاء الله أنه راح نكرر اللوب حتى يتحقق شرط معين بدون وجود عداد. في شرط معين نعتبره هذا هو الحارس حق اللوب أو حاجة زي كذا. ما دام الشرط هذا مثلا تحقق او لم يتحقق على حسب يعني المطلوب، زين، فاننا نستمر في تكرار اللوب. خلونا نشوف مثال على الموضوع هذا. تخيل انه احد او خلينا نشوف السؤال التالي. جاك سؤال قال لك write a program that reads a set of integers. Then prints each one of them. The user enters minus one. إذن يقول لك اكتب برنامج يقرأ مجموعة من الأعداد الانتجرز من الأعداد الصحيحة ويطبع الأعداد هذه. البرنامج يتوقف عن القراءة لما اليوزر يدخل ناقص واحد. إذا لما اليوزر يدخل ناقص واحد خلاص توقف البرنامج عن القراءة. طيب خلونا نفكر كيف نحل البرنامج هذا. خلونا نكتب أول سودو كود. طبعاً بالنسبة للبرنامج، لو فكرنا في البرنامج من ناحية الانبوت والاوتبوت، هذا عندنا البرنامج اللي راح يكون عندنا الانبوت هو مجموعة أعداد والاوتبوت هو الأعداد نفسها، هذه الأعداد
نفسها. زين، السؤال اللي يطرح نفسه هو كيف انك تقرا مجموعه اعداد؟ زين، طبعا احنا ما تعلمنا الا نيكست انت، الميثود نيكست انت اللي تقرا لنا عدد واحد. اذا واضح اننا نحتاج اننا نكرر عمليه قراءه العدد. زين، اذا هنا هذه العمليه اللي راح تتكرر هي عمليه قراءه العدد، لانه ما عندنا اي معرفه او ما عندنا اي عمليه تقرا لنا مجموعه اعداد في نفس الوقت. فاذا حتى نقرا مجموعه اعداد نقول انه قراءه مجموعه اعداد هي تكرار لقراءه عدد واحد. ف راح نقول اول شيء اذا نبدا البرنامج كالتالي. اقرا، خلونا نكتب اقرا، اقرا عدد، مضبوط. ثم بعد ذلك طالما العدد لا يساوي ناقص واحد فإنك اطبع العدد ثم اقرأ عدد جديد، وهكذا. هذه هي اللوب. إذا نمشي باتجاه هذا، بعد كذا نرجع مرة ثانية ونشيك من جديد. إذا أول شيء راح نقرأ عدد من الأعداد اللي تجينا، نقرأ العدد الأول، بعد كذا طالما العدد لا يساوي ناقص واحد فإننا نطبع العدد، بعد كذا نقرأ عدد جديد. خلنا نشوف، يعني مثلا لو جانا لو جانا مجموعة الأعداد التالية، مثلا مثلا 5 7 ناقص 3 2 ناقص 1. زين، طبعا من اليسار لليمين، ف لما يبدأ البرنامج راح يطلب عدد، فيعطي اليوزر الخمسة، راح يكون انبوت للبرنامج. بعد كذا بما أن العدد لا يساوي ناقص واحد راح يطبع الكمبيوتر، بعد كذا يطلب عدد ثاني، فنقرأ، فنجي ونعطي، أو اليوزر يعطيه سبعة، يطبع السبعة، إذن يطبع الخمسة ثم يطبع السبعة، ثم بعد كذا يطلب عدد ثالث، راح يعطيه ناقص ثلاثة. هل الناقص ثلاثة يساوي ناقص واحد؟ لا، ويستمر هكذا حتى نصل إلى ناقص واحد. إذا قرأ ناقص واحد، مضبوط، يقرأ العدد ناقص واحد هنا، هل العدد يساوي لا يساوي ناقص واحد؟ لا، انتفى الشرط حق اللوب، هذا هو الشرط حق اللوب عندنا. زين، الوايل لوب، إذا انتفى الشرط حق اللوب يتوقف البرنامج. إذا إذا جانا هذا مدخل يتوقف البرنامج عن العمل، وخلاص ونصير قرأنا الأعداد وطبعناها. إذا لاحظ إنه ما عندنا كاونتر هنا، ما عدينا. ممكن المستخدم يدخل 10 أعداد، ممكن يدخل 100 عدد. نتوقف عندما يتحقق حاجة معينة، مضبوط، أو شرط معين. والشرط هنا عندنا إنه عندما يكون المدخل ناقص واحد. زين، إذا اللوب راح تمشي وتستمر في القراءة طالما أن المدخل لا يساوي ناقص واحد. دائما إذا الشرط اللي نريده لتوقف اللوب دائما نضع نفيه هنا. إحنا قلنا إنه the program should stop when the user enters minus one. إذا الشرط أن البرنامج يتوقف لما المستخدم يدخل ناقص واحد. فإذا نضع عكس الشرط هذا، وهو أن العدد لا يساوي ناقص واحد. طالما العدد لا يساوي ناقص واحد استمر في الطباعة ثم القراءة والطباعة ثم القراءة. لاحظ أن اضطرينا أن نقرأ العدد قبل اللوب هنا حتى أننا لأنه نحتاج نشيك في المرة الأولى. لما نجي نشيك في المرة الأولى لازم يكون عندنا قيمة للعدد، فإذا لازم نقرأ مرة واحدة برا اللوب. وطبعا ممكن يجينا أول عدد مدخل هو ناقص واحد وبالتالي ما تنفذ اللوب ولا ينفذ البرنامج، وهذا طبعا صحيح 100%. أتمنى أنك تأخذ فكرة البرنامج وتروح تحاول تكتبه وتنفذ البرنامج وتأكد أنه ينفذ. في الفيديو إن شاء الله القادم راح نكتب البرنامج ونوريك إن شاء الله تنفيذ البرنامج إذا كان عندك مشكلة في كتابته وتنفيذه.